تربط بين ولاية خنشلة وعين البيضاء بأم البواقي، أين كان في استقباله سيد وزير الشؤون الداخلية والجماعات المحلية وسيد الرئيس، كان مرفوقا بعديد السلطات المحلية والخاصة بولاية خنشلة وكبار المسؤولين في الدولة كما نتابع في هذه الصور. نذكر أن خط السكك الحديدية طوله 51 كيلومتر ويربط ما بين ولاية خنشلة بعين البيضاء بولاية أم البواقي. إذن أذكر هذه هي الصور الخاصة بتدشين السيد رئيس الجمهورية ووضع حيز الخدمة أيضا خط السكك الحديدية الذي يربط ولاية خنشلة بعين البيضاء. رئيس الجمهورية تابع عرضا عن مشاريع السكك الحديدية التي جسدت في الجزائر.